أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة التي نطالع فيها سوية ما تناقلته الصحف المحلية والإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض لأهم رسوم الكاريكاتير. بقناعات مختلفة أسدل الناخبون الأمريكيون الثلاثاء الستار على الانتخابات الرئاسية في سباق مثير للجدل بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، واللذين حشدا كل جهودهما من أجل إقناع الأمريكيين بجدوى برامجهما في الوقت الذي يترقب فيه العالم إعلان الساكن القادم للبيت الأبيض الذي سيحدد طريقة تعامله مع العديد من الملفات الحارقة. هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم، والبداية السورية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت تركيا تخلي نقطة شيرمغار بعد مورك في شمال غرب سوريا. كتبت الصحيفة نقلا عن مصادر تركية وأخرى في المعارضة السورية أن جيش الاحتلال التركي ينسحب من موقع عسكري ثان معزول في شمال غرب سوريا ليغادر بذلك منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية السورية إلى أخرى لا تزال خاضعة لسيطرة ما يسمى المعارضة والفصائل المدعومة من أنقرة. وقال قائد عسكري فيما يسمى الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة: غادر جيش الاحتلال بشكل كامل بعد ظهر الثلاثاء قاعدة شيرمغار، وأن أكثر من 70 آلية بينها ناقلات جنود وشاحنات تحمل معدات لوجستية. وتثير الخطوات التركية نقاط استفهام كبرى وتحليلات تصل حد التضارب حول دوافعها، بين قائل بأن الهدف يأتي في إطار إعادة الانتشار في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام الإرهابية وباقي الفصائل استباقا للتصعيد، وطرف آخر يرى بعكس ذلك وأنه يأتي في إطار التفاهمات الروسية التركية منذ مارس الماضي. ويبدو أن جيش الاحتلال التركي يستعد للانسحاب من مواقع إضافية أخرى استعادتها قوات الحكومة السورية. وبالانتقال إلى شمال وشرق سوريا، نشر مركز روجافالي دراسات الاستراتيجية تحليلا بعنوان التهديدات التركية الأخيرة على شمال سوريا. جاء في التحليل: في ظل تضارب وتباين التصريحات الروسية حول الكرد مؤخرا وعدم تبلور سياسة أمريكية حول شمال وشرق سوريا في الفترة القادمة في ظل رئاسة جديدة، يمكن طرح مسارين للتعاطي التركي مع الشأن السوري ومع الشأن السياسي والعسكري في شمال وشرق سوريا في الفترة الحالية. المسار الأول يتمثل في استمرار تهديد المنطقة ومطالبة روسيا بعقد صفقات جديدة لإضعاف إدارة ذاتية في المناطق الواقعة ضمن التواجد الروسي، والذي يدفع بروسيا إلى عدم القبول بذلك هي الاستراتيجية الأمريكية لجهة خسارتها للكرد وعدم الحصول على الثروات في المنطقة. ويتعلق المسار الثاني للتهديدات بالترتيبات السياسية القادمة حول مختلف الأزمات في المنطقة برمتها والسياسية والسياسة الأمريكية الجديدة. فالهجوم العسكري التركي في الفترة المقبلة مرهون بمعرفة تركيا لتبعات الأزمات الفاعلة فيها على مصالحها وعلى وجودها. وحول إخلاء جنوب سوريا من القوات الموالية لإيران، صحيفة نيفسماي غازيتا الروسية نشرت تحت عنوان إسرائيل تذكر روسيا بالمسائل العالقة في سوريا، كتب إيغور سوبوتين نقلا عن خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية أنطون مارداسوف. منذ بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا كانت طهران لاعبا يمكن أن تعتمد عليه موسكو عند عودتها إلى الشرق الأوسط بالقوة، ووجدت روسيا ثوابت موازنة سمحت لها بالحفاظ على مسافة عن إيران الشيعية وعدم الارتباط بها مباشرة. وقد شكل أحد هذه العوامل الموازنة الاتفاق مع إسرائيل على حرية العمل النسبية لطائرات الجيش الإسرائيلي ضد منشآت إيران وحزب الله في سوريا. والعامل الموازن الثاني هو أن روسيا حاولت على مستويات مختلفة بناء علاقات مع مراكز القوة السنية في الخليج، ومن غير المستبعد أن تقوم روسيا وإسرائيل بالبحث عن صيغة جديدة لحل المسألة في المناطق الجنوبية من سوريا.
أما مقالنا في الشأن السوري، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا تحت عنوان عودة اللاجئين والمأزق الروسي للكاتب فايز سارة حول قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم والرؤية الروسية لهذه القضية. يقدر عدد اللاجئين السوريين في العالم بنحو 10 ملايين نسمة، وتضم بلدان الجوار السوري وحدها قرابة 6 ملايين منهم، بينهم أكثر من 3.5 مليون في تركيا، وفي بلدان الخليج العربي 6 ما يقارب 1.5 مليون نسمة، ويتوزع في بلدان الاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليون لاجئ سوري. ومما لا شك فيه أن عودة اللاجئين تمثل فكرة جيدة وعملية في سياق الحل السوري وذات أهمية كبيرة في موضوعات القضية السورية، لأنها يمكن أن تكون إحدى بوابات الحل، لكن القضية يمكن أن تتحول في اتجاهات مختلفة عما سبق كله، وهذا هو واقع الحال في الرؤية الروسية لقضية اللاجئين وعودتهم. إن الجوهرية في الاختلاف الروسي حول عودة اللاجئين يظهر في الأهداف المختلفة عن كل الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالموضوع، حيث تستخدم روسيا وتوظف أهداف تلك الأطراف من أجل تحقيق أهدافها وأهداف حلفائها، وفي المقدمة إعادة تسويق نظام الأسد وتطبيع علاقاته الدولية، واستعمال عودة اللاجئين مدخلا في قضية إعادة الإعمار التي سيكون حلفها مع إيران ونظام الأسد أكبر المستفيدين سياسيا واقتصاديا منها في الظروف الراهنة. ولاحظت أغلب الحكومات التي تواصل معها الروس أن الهدف الرئيسي لجهود موسكو ليس معالجة عودة اللاجئين، وإنما استخدامها مجرد واجهة لفتح بوابة البحث في إعادة إعمار سوريا وتقديم مساعدات لها تحت سيطرة نظام الأسد، وهي فكرة كررت أغلب الدول المعنية رفضها مجردة عن فكرة الحل السياسي، حيث تم ربط إعادة الإعمار وتقديم المساعدات ببدء خطوات عملية من جانب نظام الأسد الخاضع لموسكو في عملية التسوية السياسية. إن المأزق الروسي في سوريا لا يكمن في همجيته ودمويته فحسب، ولا في أكاذيبه التي لا تتوقف، وأيضا في محاولاته استغباء العالم، لكن المشكلة في أن العالم أو الفاعلين فيه يقبلون تلك اللعبة الروسية. والآن إلى الشأن الشرق أوسطي. شرق أوسطيا، البيان الإماراتية عنونت مصر وفرنسا تجريان تدريبا عسكريا في المتوسط. نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية أمس تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة الفرقات المصرية طابا والفرقات الفرنسية جامبارت. وتضمن التدريب العديد من الأنشطة المختلفة، من بينها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والتدريب على تقييم التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح وسيناريوهات التعامل معها. وشمل التدريب التعامل مع تهديدات جوية معينة متمثلة في صد هجوم جوي نفذته مقاتلات F-16 المصرية، ما يعكس ما يتمتع به الجانبان من خبرات قتالية عالية. وتأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. ونقرأ في صحيفة العرب اللندنية التي كتبت تحت عنوان رهان إيران على الصين يفشل في كسر العقوبات الأمريكية. سقط رهان الإيرانيين على الصين كخيار بديل في مواجهة العقوبات الأمريكية المتصاعدة، وتراجعت صادرات النفط الإيراني إلى الصين منذ بداية السنة الحالية إلى أكثر من النصف، وهو ما يعني أن بكين لن تقدر على لعب دور المنقذ الذي يبحث عنه الإيرانيون. في المقابل بدأت الصين تقترب أكثر فأكثر من الخليج وخاصة من الإمارات العربية المتحدة، وانهارت مؤخرا المحادثات
التي جمعت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي في مقاطعة يونان الصينية لإتمام مفاوضات حول خطة استراتيجية ثنائية مدتها 25 سنة. وكانت إيران تراهن على هذه الصفقة لجذب المشاريع الصينية التي تصل قيمتها إلى 400 مليار دولار. كما كان الإيرانيون متحمسين لإبرام صفقة تشمل إمدادات النفط الخام لمدة 25 سنة. أي مستقبل للعلاقات الأمريكية التركية بعد الانتخابات؟ تحت هذا العنوان كتب إيان جي لينش في صحيفة أحوال تركيا. ستكون نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية حاسمة لرئيس النظام التركي رجب أردوغان وإدارته. فخلال فترة حكم الرئيس دونالد ترامب للولايات المتحدة مرت الحكومة التركية أو السلطات التركية بتحول جذري. العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا وتركيا شبيهة بالعلاقة الحالية بين روسيا وتركيا، حيث يحدث التنافس والتعاون في وقت واحد في مجالات مجزأة. ولكن هذا لن يحدث إذا استمرت تركيا في تأجيج الصراعات عبر المناطق المجاورة لها. إذا فاز بايدن فلن يتمكن أردوغان من حشد ميزاته التي عهدها خلال عهد ترامب. ستضطر السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات لبناء الثقة لتبرز المسؤولين الأمريكيين قدرتها على أن تكون شريكا بناء مرة أخرى. وإذا فشل أردوغان في تعزيز العلاقات مع واشنطن قد تكون مقاضاة بنك خلق والعقوبات المرتبطة بنظام S-400 مجرد بداية لردود عقابية من الولايات المتحدة تحت رئاسة بايدن. أما مقالنا في الشأن الشرق أوسطي، نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالا تحت عنوان لا ينقذ العراق إلا أهله للكاتب ماجد السامرائي حول الطريق الحقيقي الذي يعيد للعراق مكانته وعزته لدى مواطنيه وسمعته الدولية. لم يتمكن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لحد اللحظة من الخروج ولو جزئيا من أخطر التحديات التي تضغط عليه، حيث لم يتبقى للسيطرة السياسية والأمنية الكاملة للميليشيات الإيرانية على الحكم في العراق سوى الإعلان الرسمي، ويتم التحضير لهذا السيناريو بتصميم طهران، ويتولى القيادة التنفيذية المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي. ماذا يمكن أن تقدم باريس وبرلين ولندن لنظام لا يصدر عنه موقف أو تتخذ من قبله خطوة إلا بعد فرمان ولي الفقيه؟ ما حصل خلال زيارة الكاظمي لباريس توقيع نوايا وليس صفقات عقود. على سبيل المثال مشروع مترو بغداد الذي وضعت تصاميمه الأولية عام 1981، لكن الحصار أوقف تنفيذه لتعاد فكرته حاليا، حيث يتطلب سيولة مالية كبيرة في ظل الفساد المستشري. لبرلين قصة أخرى لا تقل عن غيرها من قصص النهب المنظم لعقود الاستثمار الخارجي، فشركة سيمنز العملاقة في ميدان الطاقة الكهربائية كان بالإمكان لو توفر الرجال المخلصون للعراق أن تنفذ مشروعا يحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية التي يعاني منها العراق بزمن قياسي. ولندن معروفة بهندستها لصناعة الحكام في العراق وما زالت كذلك، ويعود لها الفضل في تخريجهم من أروقتها الخاصة، بل هي الأكثر دهاء في ترشيح الموالين لإيران من دوائر الحوزات الشيعية الناشطة في بريطانيا لمسرح الحكم في العراق في ظل تسريبات تقول بتهيئة الأجواء للتطبيع مع إسرائيل. الطريق الحقيقي الذي يعيد للعراق مكانته وعزته لدى مواطنيه وسمعته الدولية يتحقق فقط حين يحكمه نظام سياسي جديد قائم على المواطنة واحترام حقوق الإنسان والعدالة والسلم الأهلي، ويحاكم بجرأة جميع من اقترفوا بحق أبنائه الظلم والاستبداد والقتل والفساد. من سيعيد للعراق مكانته بين الأمم هم أبناؤه المخلصون وشباب ثورته الجديدة، فالعالم لا ينقذ العراق قبل أن ينقذه أهله، وهذا ما ينتظره الجميع. والآن إلى الشأن العالمي. عالمياً تساءل موقع ماريان الفرنسي تحت عنوان
لماذا ترفض ألمانيا مطالبة فرنسا بعقوبات أوروبية فورية ضد تركيا؟ رغم ما يسميها الموقع الاستفزازات التركية لليونان والاتحاد الأوروبي من خلال التنقيب المبكر عن الغاز في البحر الأبيض المتوسط واتهامات أنقرة لباريس بالإسلاموفوبيا، فهل يكون ذلك رغبة في الحفاظ على المصالح الوطنية لألمانيا؟ يتساءل الموقع قبل أن يشير إلى صعوبة تفسير موقف المستشارة أنجيلا ميركل التي عرقلت تنفيذ العقوبات التي طالبت بها فرنسا والنمسا ضد أنقرة بصوت عال وواضح. ومع ذلك فرأي الاتحاد الأوروبي حسب الموقع واضح للغاية بشأن هذا الموضوع، وهو إدانة الإجراءات الأحادية التركية في شرق البحر المتوسط والاستفزازات مع المحافظة على فرصة العودة إلى هذا الموضوع في ديسمبر كانون الأول كما ترغب ألمانيا. لكن الموقع يشير إلى أن ألمانيا وفرنسا لا تختلفان كثيرا في طريقة تحليل المشكلة التركية، ولكن الاختلاف يتعلق بمدى إلحاح فرض عقوبات على أنقرة. وعن الانتخابات الأمريكية، صحيفة الشرق الأوسط كتبت تحت عنوان ترامب وبايدن يتقاسمان أولى الولايات والتصويت يقترب من نهايته، أظهرت توقعات أن الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن تقاسما أولى الولايات في السباق إلى البيت الأبيض يوم الثلاثاء، إذ فاز ترامب بولايات كنتاكي وأنديانا وفيرجينيا الغربية وأوكلاهوما، وبايدن بولايات فريمونت وفيرجينيا ونيو جيرسي وماريلاند وواشنطن. ومع بدء إغلاق صناديق الاقتراع في 10 ولايات في انتخابات أجريت وسط جائحة كورونا في الولايات المتحدة المنقسمة بشدة، توقع مركز إديسون للأبحاث فوز ترامب في ولاية إنديانا، وقالت وكالة أسوشيت بريس أن ترامب هو الفائز المتوقع في ولاية كنتاكي، بينما توقعت فوكس نيوز فوز بايدن بولايتي فريمونت وفيرجينيا. ولا تزال ساحات المعارك الأكثر تنافسية التي قد تساعد في تحديد نتيجة السباق بما في ذلك جورجيا وفلوريدا دون نتيجة واضحة. أما مقالنا في الشأن العالمي، نشر موقع العين الإخبارية مقالا تحت عنوان أردوغان غيرة على الدين أم تصفية حسابات مع فرنسا، للكاتبة أمل عبدالله الهدابي حول تصدر رئيس النظام التركي حملة التحريض على فرنسا ورئيسها ودوافع أردوغان في هذا التحريض. وجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضالته في أزمة التطرف التي شهدتها فرنسا مع جماعات الإسلام الراديكالي، حيث سعى أردوغان إلى استغلال هذه الأزمة وتوظيفها لتصفية حساباته السياسية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وقف صارما في وجه سياسات أردوغان المثيرة للتوتر وعدم الاستقرار. دوافع الرئيس أردوغان من حملة التحريض ضد فرنسا ورئيسها لا تخفى على أحد، فمن ناحية يريد أردوغان انتقاما من ماكرون بسبب سياسات الأخير التي تقف بالمرصد لمساعي الهيمنة التركية كما حدث في ليبيا وفي شرق المتوسط وفي الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا. من ناحية أخرى يريد أردوغان أن يثبت الموالين له والمخدوعين بخطاباته أنه غيور على الإسلام وأنه يدافع عنه حتى يظل هؤلاء مقتنعين بأنه يصلح أن يكون خليفة المسلمين الحديث، كما أن هذا يبقي تأثير أردوغان قوياً على الجماعات المتطرفة الموالية له والتي يستغلها في صراعاته في المناطق المختلفة. ولا خلاف على أن الرئيس الفرنسي ماكرون ارتكب أخطاء في تعامله مع أزمة الإسلام الراديكالي في بلاده، ومن أهم هذه الأخطاء هو وقوع ماكرون في خطأ الخلط بين الإسلام كدين حنيف يحض على التسامح وبين التيارات المتطرفة التي تتاجر باسم هذا الدين، والخطأ الثاني هو مواجهة طرف جماعات الإسلام الراديكالي بطرف يميني مقابل تمثل في نشر الصور المسيئة لرمز ديني مقدس عند أكثر من 1 مليار مسلم حول العالم. فالتطرف لا يمكن أن يواجه بالتطرف، وحرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات والرموز الدينية. ومع ذلك فإن هذا يجب ألا يكون مسوغاً القيادي خلف حملة التحريض التي يقودها أردوغان والتي يسعى من خلفها إلى تحقيق غايات سياسية باسم الدين. فعهد أردوغان وجماعات الإسلام السياسي كان دائماً وأبداً هو توظيف الدين لتحقيق أهداف خاصة، وهذا ما يجب أن ندركه جميعاً. والآن إلى أخبارنا المنوعة.
أخبارنا المنوعة بداية من صحيفة العرب اللندنية التي عنونت نقص فيتامين د يزيد من فرص الإصابة بكورونا. نشرت الصحيفة تقريرا جاء فيه حث علماء بريطانيون على إضافة فيتامين د إلى الأطعمة الشائعة مثل الخبز والحليب لما يمكن أن يؤديه هذا الفيتامين من دور في مكافحة كوفيد-19. ويعتمد مستوى فيتامين د بشكل رئيسي على أشعة الشمس، فتلقي الجلد لما يكفي من الأشعة فوق البنفسجية يجعله قادرا على إفراز الفيتامين بنفسه. وحسب التقديرات فإن نسبة تغطية حاجيات الجسم من فيتامين د عبر الغذاء يتراوح بين 10 و20 فقط. وتشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستويات فيتامين د الذي يلي بتنتجه أجسام الناس استجابة لأشعة الشمس القوية قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا أو المعاناة من آثار العدوى الشديدة. ونبقى في أخبارنا المنوعة، افتتح أكبر مطار في اليابان مركز لإجراء اختبار الكشف عن مرض كوفيد-19، فيما تتخذ البلاد خطوات نحو استئناف الرحلات الدولية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا. افتتح أكبر مطار في اليابان مركزاً لإجراء اختبار الكشف عن مرض كوفيد-19، فيما تتخذ البلاد خطوات نحو استئناف الرحلات الدولية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا. ويستهدف مركز الاختبار في مطار ناريتا الدولي المسافرين إلى الخارج الذين يحتاجون إلى دليل على عدم إصابتهم بفيروس كورونا قبل وصولهم إلى وجهتهم، ويأتي ذلك في وقت تخفف فيه اليابان قيود السفر. ويعد المختبر الذي تديره مؤسسة جامعة نيبون الطبية الأول من نوعه في اليابان، ويمكن أن يقدم نتائج في غضون 6 ساعات، وتتوقع المؤسسة تقليل ذلك الوقت إلى 2 ساعة بحلول نهاية الشهر. والاختبارات لا يغطيها التأمين، ويمكن أن تكلف ما يصل إلى 46,500 ين، أو ما يعادل 444 دولاراً. وفرضت اليابان قيوداً صارمة على السفر لمكافحة الجائحة، مع فرض حظر فعال على دخول السياح وحاملي التأشيرات من أكثر من 150 دولة قبل بدء تخفيف تدريجي للإجراءات في سبتمبر أيلول. ويطلب من القادمين إلى اليابان الخضوع لاختبار الكشف عن مرض كوفيد-19 مع وجود 3 مطارات دولية لديها القدرة على إجراء حوالي 10,000 اختبار يومياً. ومع تسجيلها حوالي 101,000 حالة إصابة و 1,766 حالة وفاة، أفلتت اليابان من الجائحة بشكل أفضل من معظم الاقتصادات الكبرى. والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم، لنتابع معا ومن ثم نعود. نهاية الجولة، شكرا لكرم المتابعة، ولا تنسوا زيارة موقعنا الرسمي اليوم tv.net. إلى اللقاء.